السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وبصحة وهنا وسعادة. النهاردة ان شاء الله يا جماعة احنا هنتكلم على فائدة قرآنية روحانية مجربة لتعجيل الزواج خلال 4 ايام بإذن الله. يا جماعة في هذه الفائدة احنا هنستخدم سورة الكوثر. سورة الكوثر دي يا جماعة من السور القوية جدا جدا جدا، واللي ليها العديد من الأسرار، واللي اتكلم عنها بعض العلماء في الروحانيات عن فايدة هذه السورة. ومن الفوائد اللي وردت عن سورة الكوثر دي يا جماعة، قيل أن من قرأ سورة الكوثر أو من يقرأ سورة الكوثر 71 مرة سيتخلص من الحسد مهما كان درجة هذا الحسد. يعني مهما كان أنت مصاب بحسد إيه، أو مهما كان إن الحسد ده مأثر فيك، بإذن الله لو قريتها 71 مرة هتتخلص من الحسد نهائيا. قيل أيضا أن من قرأ سورة الكوثر 1001 مرة لمدة 7 أيام سيرى حتما الأنبياء والصالحين في المنام. فأي حد يا جماعة يقراها، تخيل أنت 1001 مرة لمدة 7 أيام هيشوف الأنبياء والصالحين، بعض الأنبياء والصالحين في المنام. وقيل أن من قرأ سورة الكوثر 311 مرة ومسح بعد ما قرأ نفس في يده وبعد كده مسح بها وجهه، أعطاه الله جمالا روحانيا، سيرى أثر هذا الجمال في تعامله مع الخلائق. وقيل أن من قرأ سورة الكوثر 21 مرة على مسك ثم مسح به جسده لن يمس هذا الجسد، اللي هو الجسد اللي عمل عليه المسك ده اللي قرأ عليه سورة الكوثر 21 مرة، مش هيمس الجسد ده ولا سحر ولا عين ولا مس. وحتى لو كان مصاب بسحر او حسد او مس، باذن الله سيتخلص من هذا الامر لو عمل الكلام ده. فبالتالي يا جماعه احنا بنتعامل مع سوره قرانيه لها العديد من الاسرار ولها فوائد كثيره جدا. ومن الفوائد التي ذكرت عن هذه السوره، قيل ان هذه السوره تفيد في الزواج اذا فعلت هذه الطريقه بنفس الطريقه اللي انا قولها لك. يعني لو انت عملت الحاجات اللي انا قولها لك بالظبط، باذن الله خلال 4 ايام بالظبط، باذن الله اي فتاه مهما كانت هتتزوج باذن الله لو فعلت هذا الامر او لو فعلت هذه الفائده باذن الله. اي حتى يا جماعه بنكون بنعاني ان احنا مثلا في تاخر في الزواج، رغم ان الفتاه بتكون محترمه وبتكون كويسه وبتكون على قدر عالي من الجمال، الا ان هي ما بتلاقيش الزوج المناسب، بيتقدم لها ناس ما بيكونش مناسبين. هي مثلا كويسه ومحترمه وكده وما بيتقدم لهاش حد، مش لاقي الشخص المناسب. فبالتالي يا جماعه ده بيكون حاجه او اعاقه روحانيه بتكون عندها. احنا بقى بنعمل ايه يا جماعه؟ بنعمل فوائد معينه بتعجل الزواج. ربنا امرنا ان احنا نستعين بالقران، نستعين بالدعاء. فبالتالي يا جماعه باذن الله هذه الفائده اللي انا هذكرها النهارده هي من الفوائد القويه جدا 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 اللي انت هتشوف اثرها بعد 4 ايام بفضل الله. بعد اليوم الرابع هتشوف اثر النتيجه، وهتشوف اثر هذه الفائده، وهتشوفي من قلب للخطاب وقلب العرسان الكويسين المحترمين باذن الله انت هتشوفي وهتتفاجئي بعد استخدام هذه الفائده. وعشان ما اطولش عليكم يا جماعه هنبدا على طول في ذكر الفائده. بس لو انت جديد في القناه تشترك فيها كده يا ريت، ولو انت معانا في القناه تضغط على زر لايك عشان الفائده تعم يعني، وتدعو لنا كده بالتوفيق. ونبدا على طول يا جماعه في ذكر الفائده. وانا يا جماعه هذه الفائده هنستخدمها لمده 4 ايام زي ما قلت. في ال4 ايام في حاجات ثابته المفروض تعملهم من اول يوم لحد اخر يوم. ال4 ايام في حاجات ثابته المفروض تعملهم زي ما قلت لكم من اول يوم لحد ايه؟ لحد اخر يوم. ايه بقى الحاجات دي؟ هتقرأي سورة الكوثر 70 مرة صباحا بعد الاستيقاظ من النوم. سورة الكوثر 70 مرة، وقبل النوم قبل ما تنامي في نفس اليوم قبل ما تنامي 41 مرة. يبقى اذا سورة الكوثر صباحا 70 مرة وقبل النوم 41 مرة، دي هتعمليها لمدة 4 ايام. اليوم الثالث، اليوم الثالث، انا قلت 4 ايام، اليوم الثالث بقى هتجيبي اناء فيه ماء، يعني حلة كده كبيرة فيها مية، وتحطي على المية دي ملح خشن. تجيبي ملح خشن من عند العطار وتحطي في الاناء المية ده، تحطي ملح خشن وتدوبيه. بعد ما تدوبيها تقرأي على الاناء اللي انت حطيتيه ده آية الكرسي 70 مرة بالعدد. بعد ما تقرأي آية الكرسي 70 مرة على الاناء ده تنفخي فيه هذا الاناء. بعدها تقرأي سورة الكوثر 45 مرة على الاناء برضه، بعدها تنفخي فيه. بعدها تمسحي بالميه دي، تمسحي بيها ارض المنزل اللي انت موجوده فيه كله، مش كله طبعا لا، بس لازم في كل اوضه لازم تمسحي في حته. وقدام الباب مهم جدا، قدام الباب لازم تمسحي او ترشي الجزء من الميه اللي انت قريت عليها دي قدام الباب. تمام يا جماعه؟ يبقى اذا ده هيتعمل في اليوم الثالث. اليوم الرابع اللي هو اخر يوم طبعا هتقراي عادي الورد بتاعنا اليوم اللي انا قلت لك عليه من اول يوم لحد اخر يوم، اللي هي سوره الكوثر 70 مره صباحا و41 مره قبل النوم. بس في اليوم الاخير بقى اللي هو اليوم الرابع قبل ما تنامي، بعد ما تقري سوره الكوثر 41 مره هتقولي الدعاء اللي انا هقوله لك ده بالظبط، ده في اليوم الرابع اللي هو اخر يوم بعد ما تقراها اللي هي قبل النوم.
ايه بقى الدعاء ده اللي هقوله يا عبد الله؟ اللهم اني اوكل امري اليك، اللهم اني اوكل امري اليك، فزوجني بحق وبركه ونور سوره الكوثر، وبحق ما نزلت عليه صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. ده الدعاء اللي انت هتقوليه. طبعا كل الخطوات هتلاقيها مكتوبه في صندوق الوصف، بص على صندوق الوصف هتلاقوا الخطوات. الفايدة دي يا جماعة من الفوائد التي ذكرت في العديد من الكتب، الفايدة دي قوية جدا. طبعا أنا زي ما قلت لكم سورة الكوثر لها العديد من الأسرار، أهم حاجة اليقين في الله، بإذن الله تفعلوا هذه الفائدة، وبإذن الله أي واحدة هتفعل الفايدة دي بأمر الله إن شاء الله، بإذن الله بعد اليوم الرابع هتتفاجأ من كرم ربنا، وهتتفاجأ من أثر هذه السورة لدرجة الذهول، لدرجة إن أنت هيجيلك حالة من الذهول بإذن الله. وفي نهاية الفيديو أتمنى لو فيديو عجبكم كده تدعموني باشتراك في القناة، وتدعونا كده بالتوفيق، وربنا يا رب يوفقكم ويوصلكم لكل أحلامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.